الصحة. التطرق إلى السياسات الصحية في مختلف القطاعات العامة في برنامج سياسات الصحة. مرحبا بكم من جديد في برنامج سياسات الصحة اللي نحكي فيه مع ضيفنا عبد اللطيف المكي وزير الصحة السابق على السياسات الصحية في تونس. تعمل مع وزارة الصحة مع أزمة كوفيد، مع ملف التلقيحات، الإصلاحات المحتملة في وزارة الصحة، تغييرات أيضا. نحكي على مع ضيفنا أيضا على الأمراض المنتشرة في تونس، خطر المواضيع فيما يتعلق بالصحة متداخلة، كل شيء، نوعية الحياة، الوضع الاقتصادي، الوضع الاجتماعي، الأثار السياسية، كلها مرتبطة ببعضها. نحكيو على الفساد في وزارة الصحة ومن مظاهر الفساد اللي تتطرح بقوة، نقص الأدوية اليوم، فما نقص حاد في الأدوية يوصل حتى إلى نفاذ مخزون الأدوية في عديد المستشفيات، ونفاذ أدوية حساسة، أدوية متاع أمراض سرطانية، أمراض معناها حرجة، أمراض صعبة. إيش كيفاش نجمو نحدو من الظاهرة هذه نقص الأدوية؟ أولاً بالتصنيع في تونس، ولازمنا ندخلوا المجالات اقوى كما تصنيع المضادات نتاع السرطان، كما صناعه الانسولين. مش معقول انه نستهلكوا كميات كبيره من الانسولين وما نصنعوهاش، واحنا بدينا في 2013 نطرحوا في الموضوع. كانت الانسولين تقتنى في تونس بالقريه قريب بالمراكنه، ولكن دخلنا انواع اخرى وبدينا نقتنيوا فيها بالابيل دوفر، وبالتالي خفضنا في السعر نتاعها بشكل كبير. النقص الأدوية عنده عدة أسباب، منها الفساد. أنا ثم احنا كيف درسنا في المدة الأخرى في حكومة سلياس الفخفاخ، نلقاو أنه الصيدلية المركزية قامت بواجبها مثلا، وقامت بالأبيل دوفر، وجاءوا مزودين وعملت معهم عقود مع اللي طاحت عليه الأبيل دوفر، ولكن ما يزودش القيمة. يعني من 2016 ما يجيب لكش الدواء اللي انت اشتريته من عنده بكذا، وبالتالي قررنا باش نعملوا بلاك ليست، اللي ما يفيش بالتزاماته تجاه الصيدليه المركزيه ما عادش يدخل في المناقصات هذه في ليزابيل دوف. فهذا يعتبر فساد، انك انت تشارك في معناها ابيل دوفر وفي الاخر ما تلبيش ويتيح عليك لابيل دوفر. لكن موجوده اسباب اخرى ماهيش نتاع فساد، منها كما قلت انه ما ثماش سياسات دوائيه تصنيعيه في تونس. اي ثم رؤيه نتاع حكومه نتاع دوله حاب نصنع نجيل، وهذاك علاش انا قلت لك قعدت معاهم في اللوتيكا. نحبوا نوصلوا مثلا الى 80-90% من الاستهلاك يكون وطني. شنو لازمكم؟ شنو لازمكم؟ هذا باش يشغل، باش يعطينا الامن الدوائي، انه الدواء نتاعك في تونس، وباش يعطيك امكانيه للتصدير. فهمتني؟ لكن كما قلت الانقطاعات هي اللي تخلي البرامج، يعني حاليا قديش نسبة الأدوية اللي تتم تصنيعها في تونس؟ مئات. يعني ثم أنا سمعت الناطق أو رئيس جمعية الصيد اللي يتحدث على مئات، أكثر من 500 دواء، وهو رقم واقعي. واقعي صحيح أنه ثم أدوية ربما ماهيش استراتيجية، لكن ثم أدوية استراتيجية. 500 نوع دواء يقع تصنيعه في تونس بالكامل؟ لا لا، الناقصين اللي ناقصين المفقودين. المفقودين معناها في السوق. النهارين كثفوا من التصريحات، ولابد من سياسه كامله. ضخ الاموال فقط ماهوش كافي، وخاصه اليوم الوضعيه الماليه معناها للبلاد وضعيه سيئه جدا. والفارماسي سنترال يقول القائل هي المونوبول نتاع الادويه في تونس. الاصل تجيب دواء وتبيعه للقطاع الخاص والقطاع العمومي وتاخذ الثمن، وبالتالي ما ثماش علاش ما عندهاش فلوس. صحيح انه الصيدليه المركزيه تقوم بعمليه التعويض، كما نعوضوا للسكر وكما نعوضوا كذا، تشري دواء بالغالي وتبيعه بثمن اقل. يعني في كل انحاء البلاد التعويض تقوم به صندوق نتاع التعويض، الا في الادويه تقوم به الفارماسي سنترال، وهذا ارهاقه وخلاها ديما يعني تعطي في الحلول المطروحه اليوم. الحلول المطروحه هو انه التعويض تتكفل به وزاره صندوق التعويض، والتصنيع معناها في تونس، الشراءات المشتركه مع المغرب العربي، لانه كل ما اشتريت كميه اكبر السوم معناها يزيد. وعملنا اتفاقيه في الرباط وقت اللي كنت في وزاره الصحه عام 2013، وزراء الصحه المغاربه اتفقنا على شراءات مشتركه، وعلى انه من سينظم العمليه هي تونس. ولكن بعدين ما لقيناش استجابه، كل واحد يمشي وحده، هذيك هي اوضاعنا.
كذلك الخلاص يلزم الكنام تخلص ويلزم السبيطارات تخلص. أنا في 2012 عملنا سياسة مع البي دي جي متاع الفارماسي سنترال مع السبيطارات، يا أخي يلزم كل شهر تدفع مبالغ للصيدلية المركزية، يلزم مثلا أنت مسال في 500 ولا 600 مليون كل شهر ادفع 50-60 ألف دينار للصيدلية المركزية. وديما المستشفيات يقولك معناش فلوس لكن عم تقول لا ينجم يجيب الفلوس. بعد توا الوضعية نتاع المستشفيات أصبحت أكثر سوء بحكم الكنام ما عادش تخلص فيها، ولكن وقتها كان ممكن ومشينا فيها وبدات سياسة ناجحة. ووقت اللي غادر سلامين مولاي نذكره بالخير لأنه قام بجهد كبير، غادر الفارماسي سنترال نحاوها في 2016 خلاها اكسيدونتير بايش 50 مليار ماشي ديفيسيتير، وخلى سوق الأدوية معتدل بالقداء. لأن بدينا نخدم عليه من 2012 وصارت عليه ضغوط باش نحيه، قلت لهم ما نحيش، قالوا لي راهو ريجيد، قلت لهم حاجتي بواحد ريجيد فهمت، وخرج وخلاها اكسيدونتير الفارماسي سنترال في 2016. شو اللي خليها تهبط اليوم هكا؟ ولذلك الحلول ممكنة بشرط يكون ثم استقرار سياسي، نهتموا بالملفات الحقيقية، يزينا بالعرك نتاع السرادك في البلاتوات وفي الساحات وفي البرلمان وفي كذا، ونركزوا على ما يهم المواطن، نلقاو الحلول بإذن الله. وعنا شعب في العدد نتاعه صغير 11 مليون، نجموا نلقاو الحلول الكافية. والصحة هي من القطاعات الحساسة والحيوية اللي تتعلق بالتوينسة، واللي من المهم أننا نقفوا وقفة حازمة باش نصلحوا. بالتأكيد بالتأكيد، والحلول موجودة، لأنه اللي قاعد يعطل في دول أخرى صديقة هو أنه ما عندهمش الموارد البشرية. احنا ما شاء الله عن الأطباء وعن الإداريين وعن الممرضين وعن منظومات التكوين، بالتالي الحاجة اللي باش تبني حولها منظومة صحية ناجحة موجودة. حتى الأموال موجودة، راهو قرابة 8000 مليار يدوروا في قطاع الصحة، ميزانية الوزارة وميزانية الكنام، ما فما سوء تصرف في الأموال هذه. أي نعم، لأنه تتصرف فيهم بمنظومة قديمة مع الفساد، لأنه الفساد ايش يتبعوه؟ يتبعوه الفلوس راهو الفساد. أي الفساد ما يمشيش المجال فيه الثقافة، يقول لك كتاب اش نعمل به، يمشي المجالات اللي فيها الفلوس. ولذلك انت كيف تحسن حتى وزارة الثقافة فيها فساد لانه في الجانب تاع الفلوس صحيح الفلوس. ولذلك يعني المشكل احنا ديما كيف نقولوا اصلاح نقولوا فلوس، لا مش صحيح، مش ديما الاصلاح يعني فلوس. الاصلاح ينجم يكون اعادة استعمال ما هو موجود بطريقة اخرى باش يعطي نتائج افضل. حاجة أخرى ما بين الملفات المطروحة في القطاع الصحي في وزارة الصحة هو التفاوت ما بين الجهات، نلقاو جهات فيها خدمات صحية متطورة، نلقاو فيها اختصاصات، نلقاو فيها تجهيزات، وجهات أخرى لي وحكينا بكري شوية على مثال تونزر مثلا، فما تجهيزات ما فماش أطباء اختصاص. هنا القروين مثلا في الوسط يجيوها من سيدي بوزيد المرضى من القاصرين، القروين بيدها هي كولاية معناها ولاية كبيرة وفيها أكثر من 600 ألف ساكن، مع ذلك تلقى فيها مستشفى جامعي وحيد ومستشفيات محلية ومستشفيات مستوصفات خلينا نقوله بتجهيزات ضعيفة، وأحيانا غياب حتى أطباء، فما في مستوصف في معتمدين المعتمديات القروين من غير طبيب، غير طبيب بشكل معناها مطلق لأشهر، لأكثر من 3 أشهر. صحيح. الحل المطروح لتجنب أو تفادي التفاوت هذه لخلق التوازن ما بين الأشهر. هي عملية تنموية شاملة. تشمل البنية التحتية وتشمل مش معقول اللي باش يمشي المدنين ولا باش يمشي القفصة ولا باش يمشي كذا يضرب 6 و7 و8 ساعات في الواحد، لازم يكون ثم بنية تحتية، كياسات، قناطر، محولات إلى غير ذلك، لازم يكون ثم نشاط ثقافي، لازم يكون ثم مناطق صناعية باش الناس تشتغل، لازم يتقع تطوير الفلاحة باش السكان، توا أغلبية التوانسة ساكنين على السواحل راهو، يعني احنا نقولوا 11 مليون، 11 مليون عندنا منهم 3 ملايين في تونس، ومليون في نابل، وقول مليون آخر في سوسة، وقول مليون في صفاقس، يعني تقريبا 80% من التوانسة ساكنين على السواحل، يعني البلاد اللي داخل فرغت فهمت؟ الناس تلوج على مصادر الدخل بالضبط. مع ذلك مازال فما عباد عايشين في المناطق الداخلية. كيف أنت تقوم بعملية توازن معناها في التنمية بكل المجالات بما في ذلك الصحة، توا يتوجدوا الأطباء. هذه نظرة شاملة سي عبد اللطيف. هذه نظرة شاملة الآن بالنسبة للأطباء، أعتقد أنه لازم يكون فيه القانون ويكون فيه منظومة تأجير مجزية للناس. معناها مراجعة منظومة التأجير باش نشجعوا على الأطباء. منظومة التأجير، المنظومة القانونية، ثم ظروف العمل، توا يتحل المشكل، لأنه
طبيب تمشي للمدينة الداخلية تشوف اختصاص معين تلقاه في السبيطار ما ثماش ولا ثم واحد بركة طبيب، وتلقاه زملائه من نفس الاختصاص في القطاع الخاص موجودين 4 أو 5. لا أتصور أنهم ما حبوش يمشوا للسبيطار لمجرد التأجير وكذا، ثم ظروف أخرى. كي تحسن أنت ظروف السبيطار وتحسن معناها التأجير وتحسن معناها القوانين، تو يولي معناها الانتصاب في القطاع الخاص أو في السبيطار يولي أكثر معتدل. وكذا كان عندك 10 أطباء اختصاص تلقى 3 في البريفي و30 تلقاهم في السبيطار. والإشكالية ذي متاع المستشفيات والتفاوت ما بين الجهات أدى إلى اكتظاظ المستشفيات، تبدأ فما اكتظاظ كبير، ولات حتى العلاقة متوترة ما بين الإطار الصحي والمواطنين، خدمات متردية خاصة في الاستعجالي في أقسام الاستعجالي، وهذا اللي صار له فما برشا حوادث معناها متاع تبديل العنف. التونسي عنده مفهوم غلط للاستعجالي راهو التونسي، يعني أغلبية الناس اللي تمشي للاستعجالي ما هيش استعجالي. فهمت؟ يروح ونتفاهم الظروف، الناس يروح من الخدمة 8 متاع الليل 7 يلقى أمه ولا بنته كذا مريضة مرض عادي يهزها الاستعجالي، ما قدامه كان الاستعجالي. وذاك علاش احنا حبينا ولكن ما نجحناش في 12-13 أن نحلوا العيادات العادية لي كونسلتاسيون العادية، نحلوهم في الليل لمدة معينة باش هاكا الاستعجالي يقعد الاستعجالي، باش ما يقعدش اللي عنده جلطة قلبية ولا عنده معناها قرح تنقب اللي هي حالة استعجالية يضيق عليه، اللي مثلا عنده مجرد ركبته توجع ماهيش حاجة اللي ممكن تؤدي إلى وفاته وتهدد معناها الحياة نتاعو، لكن ما نجحناش لعديد الأسباب. فاليوم يلزم أولا يكون ثم تنظيم للاستعجالي، لأنه الطب الاستعجالي من أكثر الاختصاصات اللي يعتمد على التنظيم. مثلا التري أنا وقت تدخل القسم الاستعجالي تلقى شكون غادي يقولك شو عندك ويعطيك تيكي إما أحمر أو أصفر أو أخضر أو كذا، نعطيه الأولوية للأحمر لأنه مش كيما اللي عنده تصنيف معنى للحالات حسب درجة مش كيما اللي عنده صدره يوجع اللي ممكن تكون جلطة قلبية ولا انسداد في عرق الرئة معناها أمبولي بيلمونير، كيما اللي عنده كيما قلت وجيعة في صبعه أو في ركبته، معناها نصنفوا درجات الاستعجالي ونعطيه الأولوية للأكثر خطر. فهمتني؟ كيفاش نجموا نقوموا بتحسين الخدمات الصحية في الاستعجالي؟ خطر الاستعجالي كيما قلت لك بالتنظيم بالتنظيم، لأنه العدد اللي قاعد يجي ماهوش غير التنظيم. شنو النجم؟ التجهيزات، توسيع الارشيتكتور نتاع أقسام الاستعجالي هي بيدها عند ارشيتكتور خاص، أنا هندسة معمارية خاصة. أنا ثم أقسام متميزين طبعا، قسم الاستعجالي في فاطومة بورقيبة في المستير مثال يحتذى في الارشيتكتور نتاعه في الباركور اللي يعملوا المريض فيه لغير ذلك. علاش ما يصيرش تعميم قاعد يصير قاعد يصير مثلا شار نيكول تبنى فيه استعجالي باهي جيد 3.5 مليار من وقتها قاعدين نحسنوا، ولكن كما قلت لك المشاكل كبيرة وما ثماش استمرارية في العمل. مثلا العلاقة، ثم أمور دقيقة العلاقة بين قسم الاستعجالي والأقسام الأخرى في المستشفى. مرات يجي مريض للاستعجالي ويلزم يرقد في قسم كذا، صاحب القسم كذا رئيس وكذا يقول له ما رقدش ما عنديش بلاصة، فهمت ولا؟ يلزم تجد طريقة قانونية اللي طبيب الاستعجالي قادر يرقد في أي قسم. ما فهمت كيفاش؟ هذه بيروقراطية ولا خاطر ما فماش بلاصة بالفعل وإلا ما كل شيء موجود. كل شيء موجود معناها لأن رانا نعاملوا في ما كناش نعرفوا دولتنا نتيجة التعتيم ونتيجة أسكت ونتيجة كذا، توا نعرفوا البيرو وقتها. معناها إيش يلزمنا؟ يلزمنا نقسم الكلام ونخدمه ونستمر في البرامج نتاعنا، ما تجيش برامج يعني نمشوا فيها عام ونقصوا ونمشوا فيها 6 أشهر ونقصوا، هذا مش يوصلنا. مستشفى الملك سلمان الهيبة السعودية اللي على أساسها باش يصير مستشفى في القيروان مستشفى جامعي، الوزراء الكل يقولك أنا اللي دخلوا معنا أو حتى اللي معناها كانوا في تدخلات للأخبار يقولك احنا راو المشروع كان حاضر الهيبة حاضرة لكن التأخير بسبب البيروقراطية. أنت في رأيك علاش صار تأخر في المستشفى هذا رغم أنه 5 سنين وإحنا نحكي على المشروع وكل عام نقولوا بدأ وكل عام نقولوا المخطط حاضر وكل عام؟ مش 5 سنين، هو 6 سنين تقريبا من 2015 لحديث نجم نقولوا 8 سنين، لأني أنا في 2012 أظن
أو في 2013 أقصد، جيت للقروان وعايننا الأرض اللي خذيناها باش نبنوا عليها المستشفى، فهمت؟ أظن 20 هكتار من وقتها، والمشاريع تكركر. بون الآن صار في الملتقى نتاع تونس 2020 نتاع الاستثمار، السعودية أعطت تمويل، الوزارة عملت جهد كذلك قبل أنا نلقاهم عملوا إدارة عامة خاصة بمتابعة المشاريع الممولة أجنبيا يشرف عليها سي مصطفى عبد الجليل. وقتها بطبيعة كيف يعطيك تمويل ثم اشتراطات، مثلا من نوع يقولك لابيل دوفر متاع الدراسات يكون دولي، معناها دولي معناها تنجم تشارك مكاتب الدراسات متاعه هو الدولة هذيك، وهذا يخسر شوية وقت. وبدينا وقت نحركوا في ملفات، ملف القيروان ما لقينا قدامه أي عاقل لهذه تشريك مكاتب دراسات دولية، ثم سبيطارات أخرى فما خطأ في الاتفاقيات، ثم تراجع من طرف الممولين إلى غير ذلك. لكن بالنسبة للمستشفى القيروان ما عنديش تفاصيل الآن، لكن الأصل ما ثم حتى عرقلة حقيقية أمام الإنجاز متاعه، لأنه التمويل موجود صحيح والهبة السعودية ما تكفيش، يلزم ينزاد الدولة التونسية ينزاد عليها. لكن الحقيقة توا نسأل، أنا توا نشوف نسأل في الوزارة، لكن الأصل ما ثم حتى مشكلة غير التنفيذ معناها في المستشفى هذا. نختم بالسؤال، بدينا بتوصيف الوضع الوبائي، بدينا بالتقييم مردود الوزارة فيما يتعلق بالتعاطي مع أزمة كوفيد ومع التلقيح، مستقبل قطاع الصحة ما بعد كوفيد كيفاش تراه انت بشريا وماديا واستراتيجيا، وشنو اللي غيروا تعاملنا مع جائحة كوفيد ولا اللي نجموا نستفيدوه من أزمة كوفيد؟ كيف كانت أزمة معناها هي دروس كثيرة وعديدة، ولكن نجموا نستفيدوا منها كما نجموا ما نستفيدوش منها. أنت والوضع السياسي في البلاد، إذا كان الوضع السياسي ترتب والتوانسة اقتنعوا أن الغاية النبيلة للسياسة هي تحسين أوضاع التونسية وحماية البلاد، تو نجموا ننجز ونخدموا بهدوء وبتفاهم واللي فكرته أفضل ننفذوها، وإذا كان مش نقعدوا في هالمناخات هذه أعتقد أنه بستير الأمور من السيء إلى الأسوأ. أنا أتذكر أنه في 2020 ثم مستشفيات فكرت باش توقف العمليات الجراحيه لانه ما عادش عندها فهمني، تخيل انت مستشفى يسكر يقول لك ما عادش نجم نخدم، ما عندوش الوسائل اللي يقوم بها بالعمليات، ثم فقر، معناها ثم فقر في المستشفيات. انا يحلفوا لي اطباء وصلوا يشروا عنده مريض راقد في القسم تاعه ويشري له من جيبه الادويه من الفارماسي، ويشري له المستلزمات الطبيه من الفارماسي. ولذلك هنا وزارة الصحة وين دورها الرقابي وين دورها؟ وتعرف انت المستشفى عنده مداخيل، ثم دخل ذاتي اللي هو ياخذه من الكنام، اللي هو ياخذه من التيكي اللي يدفعها المواطن يقوله تسجيل 15% وكذا، وثم اشياء تعطيها له الوزارة بصورة غير مباشرة، هي الاجور وهي التجهيزات وهي البناء الاقسام الى غير ذلك. الروسيت البروبر نتاع الخلل مش من الوزارة، الوزارة قاعدة توفر في الأجور، قاعدة توفر في التجهيزات. الروسيت بروبر نتاع السبيطار هي لنقصة الكرام ما عادش تخلص نتيجة للظروف نتاعها. اثنين ثم شوية فساد، مرات كي تمشي للروسيت تلقى ثم كذا، وذاك علاش نقول المواطنين ادفعوا فلوسكم للسبيطار باش السبيطار يقعد حي. وثم كذلك الانتدابات بإدماج المناولة، عمال المناولة تم إدماجهم في كل القطاعات من في ذلك الصحة، ومن أبرز القطاعات اللي دخلوا له عمال المناولة هو قطاع الصحة، العمال يخلصهم السبيطار ما تخلصهمش الوزارة. دونك عدد العمل ارتفع بشكل كبير مما ضغط على ميزانية السبيطار، فبالتالي الأزمة هيكلية ومش تحل إذا كان ما نلقاوش حلول للسلسلة كاملة، سلسلة الكنام وما قبل الكنام، الصناديق الاجتماعية، والصناديق الاجتماعية مرتبطة بالتشغيل، لأنه الآن واحد زوز فاصل يخدموا على واحد روتوريتي، وقت اللي هو في الستينات كان ثم سبعة يخدموا على واحد روتوريتي، فهمني ثم عجز هيكلي، فبالتالي مشاكلنا كبيرة، وأنا قاعد حاير في الوقت اللي قاعدين نضيعوا فيه في متاهات يعني زايدة في البلاد. واضح، يعطيك الصحة. شكرا لك سي عبد اللطيف المكي ضيفنا لليوم وزير الصحة السابق، شكرا لك على تلبية الدعوة. شكرا وبالتوفيق إن شاء الله. يعطيك الصحة. سياسات الصحة لليوم انتهى، نتلاقاو إن شاء الله في حلقة جديدة مع ضيف جديد، إلى اللقاء. سياسات الصحة. التطرق إلى السياسات الصحية في مختلف القطاعات العامة في برنامج سياسات